مساء الخير لكل مشاهدينا. أستاذ أشرف زكي مساء الخير. مساء النور. البقاء لله. ربنا يخليك ويبقى حياتك. طيب لو قلت الأستاذ أشرف يفتكر لي ليلة سودة مرت بحياته. لا في ليالي كتير، بس يعني بمناسبة إن إحنا بنتكلم على الأستاذ حسين الإمام الله يرحمه، يعني الله يرحمه، يعني دي كانت لحظة، لأن يمكن أنا أعرف أستاذ حسين كويس بس ما قربتش منه قد ما كنا في المسلسل، لأن صدفة إن دايما نسافر نبقى مع بعض وإحنا راجعين في الطيارة بنرجع مع بعض. ده آخر مسلسل لحضرتك اللي هو كلام على ورق مع الأستاذ حسين الإمام. فالحقيقة أنا يعني لما تلقيت الخبر هو فجأة نزل القاهرة، يعني هو كان في بيروت عند شغل وفجأة نزل القاهرة، أنا كنت في القاهرة. فلما تلقيت الخبر أنا افتكرت حد بيهزر، لأن في إشاعات كتير أو بتطلع. فلما اتكلمت في التليفون وعرفت، يعني الحقيقة كان بالنسبة لنا يوم صعب، والأصعب لما كنا بنصور آخر حلقة آخر مشهد في المسلسل وإحنا بنتكلم. كان آخر مشهد مع حضرتك ولا المشهد قبل الأخير كان مع حضرتك؟ أنا صور معايا المشهد قبل الأخير. لكن لما جينا نصور آخر مشهد في المسلسل كله وكان في حوار عن الشخصية، فكلنا بكينا، يعني كلنا بقى تذكرنا أستاذ حسين وبكينا. وبجد الراجل ده كان راجل جميل وراجل عظيم وربنا يرحمه. طيب ليلة حريق مسرح بني سويف كانت ليلة ايه؟ ليلة سودة طبعا. ليلة سودة. هو انا ما كانش لي علاقة بالموضوع، انا كنت ساعتها في النقابة، كنت سكرتير النقابة، وكنا في اجتماع في نادي النقابة في الجيزة، وكنت على ميعاد مع هشام عباس تحديدا المطرب، كنا بنعمل مسرحيه المفروض هنعملها في البيت الفني المسرح، واتقابلنا على الباب وانا بكلمه على الباب جالي تليفون من واحد صديقي، قال لي ان في واحد صديقنا في المستشفى في حاله، ما قاليش ايه الموضوع، ما قالش ايه السبب. المهم انا قمت معتزل لهشام عباس، ومن حظي ان نادي النقابه ده يعتبر على اول طريق الصعيد، فجريت وانا بجري اتاري التلفزيون زاع، فوصلت كنت اول واحد وصلت بني سويف. والحقيقه كل الناس قالت ان حضرتك اتصرفت بجدعنه. الحمد لله اتصرفت الواجب، يعني وكان مشهد مهيب يعني زي ما بيقولوا، وما بقدرش انساه. وانت بيخش جوه اشلاء جثث ومش عارفين، يعني واحده ست قاعده فبتقول يا ابني شوف الصوره دي، فيخش واحد يجي يقول لها البقاء لله يا حاجه، وبنعرف واحد توفى من الدبلة، يعني كان مشهد مهيب حقيقة مؤثر جدا. في ليالي سودة تانية في حياة أشرف زكي ولا نبتدي ندخل على ألوان تانية؟ بتبقى في ليالي اللي انت بتحسي فيها بغدر الأصحاب. مين غدر بأشرف زكي؟ لا كتير، يعني داخل يعني الوسط أكيد ولا؟ يعني مثلا كان ليا صديق اسمه سليمان عيد ممثل طبعا، ده كان مثلا من اقرب الناس ليا، فاكتشف انه بقى بعد عنك. لا انه كان بيمثل عليا. اصل مفيش حاجه اسمها بعد. مين يعني تاني كان بي؟ انا الاندهاشه اللي عندي، في ان انت تبقى كل اللي فات ده كان ايه؟ ليه ما رفعتش قضيه على الممثله اللي قالت عليك فاسد ابن فاسد؟ دي حنان مطاوع. اللي قالت كده حنان مطاوع. طيب لما انت عارف ان هي حنان مطاوع، ايه اللي خلاك ما ترفعش عليها قضيه؟ لا انا اكبر ان ارفع قضايا، انا في توليت مواقع الخدمه العامه بس انت عارف ومواقع تنفيذيه. لو انا بصي، من يتصدى للخدمه العامه عليه ان يكون يعني صدره واسع، يقبل بالاهانه. لا مش يقبل بالاهانه، باتهام فظيع زي كده. انا ما عنديش تعليق، يعني في الاخر انا ما عنديش تعليق. لا بس اسمح لي، لما حد يجي يقول لك عليك فاسد ابن فاسد هي ده اتهام ليك ولعيلتك، يعني اعتقد ان ده اتهام لا يغفر. فالمفروض في منصب حضرتك انا اكبر من ان ارد على التفادي. طيب ليله انفصالك عن روجينا كانت ليله لونها ايه؟ اكيد ليله سودة طبعا. طب ولما انت عارف ان هي ليله سودة انفصلت عنها ليه؟ لا بيبقى في بقى يعني ظروف، يعني بتبقى حاجات لا بايدي ولا بايديها، وبيبقى ظروف. ولا واحده تانية في حياتك؟ لا مش واحده تانية، مش انا بتاع واحد. دايما سبب الانفصال بين الراجل والست 90% بيكون. لا لا ما عنديش. ما عندكش؟ دوري كده. بس اللي احنا دورناه وعرفناه ان كان في علاقه تانية وكانت في خيانه لروجينا. لا لا اول مره تجيبي كره تطلع اوت.
لا مش اوت. لا والله اوت. ضحكتك ضحكتك بتقول ان هي مش اوت. مش عندك. مش عندك؟ طب كان ايه سبب الانفصال؟ لا لا انا راجل ملتزم ومحترم. روتين زهقت؟ ما عنديش. لا 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 ده احنا كنا لسه متجوزين قريب. لا انا ما عنديش. بصي هقول لك على حاجه، انا في كلمه في حياتي بكرهها جدا، كلمه الخيانه. الخيانه على اي مستوى؟ عمرك ما خنتها؟ لا 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 انا ما بخونش. خلاص وما بحبش وما بغفرش اللي بيخون. ده على قناعه بان روجينا الست المناسبه ليك؟ اه طبعا. انت لسه شايف ان انس الفقي شغله لحد دلوقتي مظبوط؟ كان مظبوط لما كان وزير اعلام؟ نظرتك ما اتغيرتش؟ لا ما اتغيرتش. ما اتغيرتش عشان هو اللي جابك نقيب؟ هو اللي جابني نقيب؟ اه. يوسف شعبان قال كده. قول اللي عايز اقوله. مين اللي جابك نقيب؟ اي حد. مين اللي جابك نقيب؟ اللي جابني النقيب مجهودي. انت عارفه الانتخابات ولا عينوك؟ لا النقابه فيش تعيين. انت عارفه انا في النقابه بقالي قد ايه؟ بقالك قد ايه؟ 27 يعني سنه. يعني قعدت قد ايه؟ 27 يعني سنه. يعني اكتر من عمرك بشويه. 27 سنه. 27 سنه دولت ما اعتقدش ان كان في حد ممكن يجيب حد. انا اشتغلت في النقابه. لا ممكن. يرضي الله. ممكن. لا مش انا. اسالي بقى. اسالي وتأكدي. مش كانت كل حاجه بالتعيين وكان الامن لازم يوافق؟ لا النقابه مش بالتعيين، النقابه بالانتخابات. انتخابات كده سورية. انتخابات سورية زي اللي تمت قبل كده. لا مش انتخابات سورية. انت عارف كده كويس. لا انت عارف. عايز اقول لك بس على رحلتي في النقابه عشان لما تقولي سورية تعرفي سورية ولا لا. انا دخلت النقابه. لا انا عارفه سورية. عارفه سورية ولا لا؟ دخلت النقابه وانا لسه متخرج من المعهد قريب يعني، وكنت اصغر عضو مجلس اداره، وبعدين قعدت دوره طلعت قبل الاخير في اول دوره، طلعت الخامس في ثاني دوره، طلعت الاول في ثالث دوره، طلعت الاول في رابع دوره، وبعدين بقيت امين صندوق، وبعدين بقيت سكرتير عام، وبعدين بقيت نقيب. يعني مرضي عنك؟ يعني ال 27 سنه دولت مرضي عني من زمايلي. من زمايلك؟ اه طبعا اللي بيختاروني. ولا من زمايلي. الكبار؟ الكبار ما بيروحوش ينتخبوا. اتجهت للمناصب علشان اشرف زكي ضعيف الموهبه؟ ممكن. اداري افضل؟ اه ممكن. ممكن. عجباكي الاجابه دي؟ عندي ثلاث كتب. يلا. احمر واسود وابيض. لو قلت لاشرف زكي يختار كتاب فيهم يملى بيه الكتاب ده بحياته بتاريخه بمواقفه، اكتر كتاب بيلون حياتك الابيض؟ طبعا. متاكد؟ طبعا. نطلع لفاصل. فقرتنا دلوقتي فقرة الفوتوشوب، بس أنا قبل الفقرة أنا عايز أسألك إيه رأيك في المخرج يسري نصر الله؟ رأيي فيه فنان يعني؟ مخرج عالمي طبعا، عضو لجنة تحكيم مهرجان كان، آخر فيلم ليه المسابقة. ما أنت قلتي رأيك. إيه رأيك أنت فيه الشخصي؟ إيه علاقتكم؟ لا ما فيش أي علاقة خالص. فيش علاقة خالص. خالص. طب أنت شفت التويتر اللي هو علق عليها على حسابه الشخصي؟ لا. قال نقابة الممثلين محترمة وتمكنت من التخلص من أشرف زكي، أما نقابة السينما بسبب سنوات من تحكم ممدوح الليثي فيها وفي عضويتها فهي خرابة. سمعت أو قريت التويتة دي؟ أسمع. طب لما أنت سمعتها دلوقتي إيه تعليقك؟ لا تعليق. يعني الراجل ما يعرفكش وأنت ما تعرفوش؟ لا تعليق. وما في ليه لا تعليق؟ أصل أنا ما أنت ما بتعلقش على أي حد بيقول. عايز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا اتفقنا إن أي حد في الخدمة العامة يتعرض للنقد هو رأيه كده. نحترم رأيه. طيب هو بيعلق عليك كإداري وبيقول رأيه. ما عنديش مشاكل. أنا ما عنديش مشاكل يقول الرأي اللي عايز يعني يقول. النقابة محترمة عشان تخلصت من ده رأيه الشخصي. طب لما احنا نرجع نقول إن حنان مطبع بتقول عليك فاسد ابن فاسد، ويسري نصر الله بيقول إن النقابة محترمة عشان تخلصت من أشرف زكي، وتيسير فهمي برضو تقريبا بتوافق على نفس رأي حنان مطبع، ده معناه إن كل الناس دي بتجتمع تلاتة. لا ما تلاتة. انت بتشوف ان تلاتة دول قليلين؟ الاف الالاف. استاذ اشرف اسمح لي، تلاتة على واحد تلاتة يكسبوا ولا ايه؟ تلاتة. لا التلاتة. اسألي الالاف. الالاف. ما تختزليش شعبيتي ومشواري في النقابة. عندك شعبية؟ اه بقولك 27 سنة. كممثل ولا كنقيب؟ كنقيب. كنقيب 27 سنة. لكن ما عندكش شعبية كممثل. ما تختزليش شعبيتي في النقابة في تلات افراد. لما نيجي نقول حددت عمل الممثلين العرب في مصر، ده علشان ايه؟ علشان تضمن ان الممثلين المصريين ينتخبوك او شعبيتك تزيد؟ لا. امال عشان ايه؟
علشان انا فجاه حسيت ان المهنه بتاعتنا دي بقت مهنه تملى مهنه تلهو. انا مش ضد اي قيمه عربيه تيجي تضاف لل, لل... وتخش في النسيج المصري، لكن ضد ان اي واحده تيجي بحجة دي ملكة جمال لبنان ودي ملكة جمال الأردن ودي ملكة جمال مش عارف إيه ويدخلوهم تحت مسمى التمثيل. أنت بتطلب الممثل لازم يكون دارس من وجهة نظرك؟ لا ولا بيعتمد دارس. على الموهبة؟ لأن في فنانين عظماء هي هند صبري مدرسوش. هي هند صبري فنانة عربية، أنا سألت دارسة ولا مش دارسة ولا مستوقفني، ما بيفرقش معايا، بس فنانة فنانة فنانة. إنما تعالي شوفي زي مين؟ مئات، ما هم نكرات، مئات الفتيات اللي داخلين تحت مسمى فتيات اعلانات او فتيات يبحثن عن الشهرة. فكنت عايز تقنن الموضوع فبالظبط. لا قلت يا جماعه ان ما ينفعش ان احنا المهنه دي ملا مهنه لا اللي بتدور على شهره. وجابت نتيجه؟ جابت كان نتيجة. قرار صائب؟ يعني انا من وجهه نظري قرار صائب. طيب الفوتوشوب هي فقرتنا الاساسيه دلوقتي، هنحط اشرف زكي في مواقف هو مش فيها وهنعلق على بعض الصور مع بعض. يلا طيب نبص على السكرين. نبص. شايف مين في الصورة؟ ده الأستاذ أشرف عبد الغفور. وحضرتك؟ وده أنا. ساموراي؟ اه. تتحاربوا مع بعض؟ لا ما فيش مجال لحرب مع بعض. أمال ليه ما سلمتش عليه في العزاء الأخير؟ لا دي حاجة تخصني. يعني أنا عايز أقول لك يبقى في حرب بينكم. شوفي لا ما فيش حرب ولا حاجة، أستاذ أشرف عبد الغفور فنان كبير وقيمة كبيرة جدا، لكن في حاجات. بتقول ده عشان أنت دلوقتي الناس كلها بتتفرج عليك؟ لا امال بتقول ده رايي، ما عمري عمري في حياتي ما قلت غير كده. ولما انت مقتنع بانه هو حد، لكن انا ما سلمتش لان انا جوايا في حاجات مزعلاني منه. ايه اللي مزعلك منه؟ اللي مزعلني منه لو هتفتحي الموضوع ده هتديني وقته. اتفضل. لو هيبقى كلمه مش هينفع. لا اتفضل. اللي مزعلني منه ان انا لما رحت الاستاذ اشرف غفور قابلته وقلت له استاذ اشرف انا هرشح نفسي في النقابه واتمنى ان حضرتك تبقى معايا وكيل نقابه، ولو حضرتك عايز تبقى نقيب قول لي انا بثق فيه جدا. ف قال يعني اعتذر وبعدين في ساعتها قال لي طب سيبني افكر. كلمته بعدها فقال لي والله مش هينفع انا عندي ظروف بتحول دوت. قلت له لو قال لي وانا مش عايز اخبي عليك انا ناس كتير كلموني عشان ابقى نقيب بس انا عندي ظروف بتحول دوت. خلاص فالتقيت مع الاستاذ صلاح السعداني والاستاذ محمد وفيق بناء على طلب من الاستاذ صلاح السعداني، وقال لي احنا عايزينك تنزل الدوره ديت، واحنا اتكلمنا حتى مع اشرف غفور وهو اعتذر لظروفه. ثم فوجئت بحد بيكلمني في التليفون قال لي الاستاذ اشرف غفور راح رشح نفسه. طب ما تقول لي، طب ما انا جيت لك لغايه عندك. دي واحد. اتنين لما انا طلعت انت شايف ان الامور دي تخليك معلش انت انا طلبت من حضرتك اكملها هدي لك الفرصه بس انا بنعلق بس على حاجه. طلعت في قناه الدريم مع مدام منى الشاذلي وقلت ان انا بنسحب من الانتخابات و طلع قال ده شو اعلامي. ثلاثه راح اسكندريه عمل ندوه هناك اتكلم عني وقال ان انا رجل امن الدوله وان انا النظام الفاسد الى اخره. طيب. الله انا كنت متخيل الله. انا كنت متخيل يعني ثانيه واحده يعني طب اكمل لك ورجعي بقوم اربعه ارجعي بقوم اربعه كده بقوا اربعه بس معلش هكمل لك. بس انا كنت متخيل لما انا اطلع على قناه الدريم مع مدام منى الشاذلي في برنامج مهم واقول ان انا في بنسحب ان انت تكلمني تشكرني على ان انا ما رضيتش اقسم النقابه اثنين. نبص على الصوره اللي بعدها. ده جزار. ها لو رجعت النقابة هتقطع مين؟ مين مستحلف له؟ مين بتقول بس أبقى منصب؟ أبقى في منصب هعمل فيه إيه؟ مش أنا هذا الشخص. ما أنت ما سلمتش على الراجل في العزاء. لا يعني أنت بتبيت. لا 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 ما سلمتش لأني زعلان، هو مش من حق أزعل. طب يعني أنت مش هتنتقم من أشرف عبد الغفور لما تبقى نقيب؟ ليه ليه الراجل عمل لي إيه؟ نبص على الصورة اللي بعدها. يلا. أشرف زكي على مسرح والمسرح فاضي ما فيهوش حد. فيهوش حد إيه جمهور يعني؟ فيهوش جمهور. يعني أنت فنان بلا جمهور. كويس. مالكش فانز. طب ما تستني كده رمضان ده بس نشوف الشغل بتاعنا اللي في رمضان ده. رمضان اللي جاي ده أنت بقالك كام سنة بيجي نشوف عليك رمضان؟ نشوف بقى. بقالك كام سنة بتمثل؟ أه تحبي تعرفي بقى؟ لأن أنا لما رشحت نفسي في النقابة نقيب أنا خدت قرار إن أنا ما أمثلش وقلت إن أنا سأتفرغ للإدارة سنة. قعدت بدل السنة اتنين أو تلاتة. وبعد كده العروض زادت؟ بعد ما خرجت من النقابة. ماشي. بس المهم إن أنت فنان بلا جمهور. صح؟ يعني ما المصطلحات دي ما بتسوقفنيش. مش مهم عندك الجمهور؟ يعني إيه فنان بلا جمهور؟ مش مهم عندك الجمهور؟ مفيش فنان بلا جمهور. لا يوجد فنان بلا جمهور. لا بس أنت الجمهور فنان. ممكن يبقى جمهور إيجابي وجمهور سلبي، ما هو في جمهور بيحب. مفيش حاجة اسمها كده. أنت فنان بلا جمهور. طب علمينا في إيه؟
ايه؟ تعلمينا في ايه؟ هقول لك بس بعد الفاصل. طيب. فقرتنا الثالثة دي فقرة التقويم الثوري اللي احنا عملناه لبرنامجنا. هعرض لك بعض الليالي وهنتناقش فيها نشوف عملنا ايه او اشرف زكي عمل ايه في الليالي. يلا نبص على السكرين. يلا. الليلة 914 دي 26 يوليو 2013، فاكر الليلة دي؟ يلا. طيب انت كان ممكن تلبي نداء السيسي بنزول الشعب المصري لمحاربة الإرهاب من غير ما تعمل بروباغندا وتقول أنا أجلت العمرة عشان أنزل. اللي بينزل بينزل، تنزلت زيك زي أي حد، ليه عملت شو إعلامي؟ وأنت ليه أسئلتك كلها سخيفة كده؟ تزعليش مني أنا آسف بس أنا مش قادر أخبي يعني والله دي شهادة أعتز بيها على فكرة. ماشي أوكي. لا هو أنا ليه أنا لازم البروباغندا؟ ما تنزل وخلاص زيك زي أي حد من الشعب المصري. معاكي حق طبعا، بس هو إحنا بنبقى ضحايا للبعض، الناس اللي بيسألونا في وسائل الإعلام. يعني أنا فعلا كنت ساعتها مسافر وناس كده كانوا سألوني، كان بدأت الاستعدادات وبتاع، ولما لأن كان في دعوة للنزول 30/6 من قبل ما كان أمير الفريق السيسي يقول، وناس سألوني أنت، قلت لهم هنبقى في عمرة في التوقيت ده. لما طلع قال وطلب أنا أجلت العمرة فعلا، وجاوبت على الناس اللي كنت قلت لهم قبل كده إن أنا هطلع عمرة، قلت لهم انا فعلا اجلت العمره وفعلا اجلتها يوم وسافرت، بس ما اقصدش بيها شو اعلام. نبص على الليله اللي بعدها. طيب. ليله 128 دي 1/6/2011، اعتقد ان التاريخ ده لازم تكون فاكره. ليه؟ 1/6/2011 مش تاريخ ميلادي يعني؟ مش ليله مش اقالتك ميلادي. من نقابه المهن التمثيليه. اقالتي؟ اجتمعوا في النادي في البحر الأعظم وأعلنوا إقالة نقيبهم. أولاً نمرة واحد حدش يقدر يقيل نقيب. الإقالة ليه؟ دي حكاية صعبة جداً. ليه؟ خلاص؟ نمرة اتنين، أنا كنت متقدم باستقالتي قبلها بمدة كبيرة جداً، بخمس شهور يمكن. فإن يطلع شخص مجنون يقول من نفسه كده كلام عبيط. هو مين المجنون اللي طلع؟ أنا مش عارف مين. حد قال لي؟ والله ما عارف مين. والله ما عارف مين، أقسم بالله ما أعرف مين. لكن حتة إقالتي لا يجرؤ أحد على إقالة. أنت عارفة عشان تقيلي حد لازم إيه؟ لازم ثلثي الجمعية العمومية المسجلة في الدفاتر. يعني لو إحنا 4000 واحد، يبقى ينفع إقالتك من أعضاء الجمعية العمومية؟ لازم يبقى على الأقل 3300 واحد. يعني الموضوع ده مش صح؟ لا غير صحيح. لو اعتزلت الفن محدش هيفتكر لك حاجة؟ لا، يفتكر لي ذكريات يعني، عزيت في حتة أعمال. ما تستني بس ما نشوف. أنا أعتزل دلوقتي؟ ما تصبري عليا، أنت مستعجلة ليه؟ أنت عمالة تشككي في حاجات كتير وأنا سايبك. عارفة ليه سايبك؟ عارفة سايبك ليه؟ ليه سايبني؟ عشان بيننا وبين بعض رمضان دوت. فعلا؟ هتعرفي بقى إذا كنت أنا ضعيف في الموهبة ولا مش ضعيف في الموهبة، هتعرفي إن أنا ليه هو ده الحكم ولا ماليش جمهور. اتفرجي عليا. ليك أعمال قد إيه في رمضان السنة دي؟ اتفرجي بقى، مش هقول لك ليه أعمال قد إيه. اتفرجي. عندك كلام على ورق؟ أتفرق. عندك مسلسل مع استاذ عادل امام، صاحب السعاده. صاحب السعاده. وعندك دكتور امراض نساء مع مصطفى شعبان. مظبوط. عندك حاجه تانية؟ عندي حاجه اتاجلت مع الاستاذ امير كرار. اكتر مسلسل شايف نفسك ان ده نقله لاشرف زكي اللي هيفتكره لك بقى لما انت تيجي تعتزل؟ كلام على ورق. كلام على ورق. هو هيعجبك. لا انا عارفه ان هو هيعجبك. هيعجبك جدا مسلسل. هيعجبك جدا. وبعديها نبقى نتكلم. طيب هترفع عليا السماعه يعني هيفتكروا لك لما تيجي تعتذر؟ هيفتكروا لك كلام على ورق. مش فرصه اكمل. لا بديلك. والله ابدا. لا بديلك. انت عندك دلوقتي، انت بعد ما تتفرجي على كلام على ورق هستنى منك تليفون. يا انا هكلمك في التليفون. طيب. يقول لك فعلا كلامك طلع صح، يا انت تقولي لي انا اسفه انت اللي كلامك طلع صح. الجمهور هو الحكم بعد مشاهده. ما انت من الجمهور. المسلسل طبعا. انت من الجمهور طبعا. هنشوف رد الفعل، لان اي حد بيعمل اي حاجه في رمضان، مسلسلات، اي حاجه، بيبان رد الفعل والصدى. ربنا مش هيضيع مجهودنا، احنا عاملين شغل كويس قوي مع مخرج متميز جدا استاذ محمد سامي، اللي انا بقدله بفضل كبير جدا 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 في الفرصه اللي انا واخدها.
مع إنتاج متميز جدا، لم يبخل على العمل خالص، وأنا مش بقول كده عشان أنا عايز منهم حاجة، لكن هذه كلمة حق، مع فريق عمل المسلسل يعني إن شاء الله يعني بجد حاجة محترمة، حاجة تليق يعني. بالتوفيق. إزاي لما كنت رئيس البيت الفني للمسرح سمحت بعرض مسرحيات مبتذلة وتحمل إفيهات بذيئة وحركات خارجة على خشبة المسرح الدولة؟ إزاي يعني؟ زي إيه؟ في روايح لفيفي عبده، في مرزوق دايما مزنوق لمحمد نجم، صح؟ والله ما عملت مسرحية اسمها مرزوق دايما مزنوق. لا ما عملتش مرزوق دايما مزنوق. ضحكتك قوي لله. لا عملت روايح وعملت الأستاذ محمد نجم مسرحية مش فاكر اسمها، بس مش مرزوق دايما مزنوق. كحيون ربح الغيوم؟ لا 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 لا، كحيون دي إخراج أنا. إخراجك؟ طيب بس مش في البيت الفني، كانت في المسرح. لا لا مش في البيت الفني. لا لا خلينا نتكلم في البيت الفني بس. طيب خلاص. أولا مسرحية روايح بطولة الفنانة الكبيرة فيفي عبده حققت أعلى إيرادات على الأقل في الخمس سنين اللي كنت شغال فيها. يعجبك تمثيل فيفي عبده؟ اه جدا. شايفة ممثلة جداً ولا شايفة كانت لازم ما تمثلش وتبقى؟ لا 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 بالعكس. يعجبك؟ وبعدين أنت قلتي جملة من شوية أنا هستعيرها منك، قلتي الجمهور على الفيصل. طبعا لما يبقى المسرح إكس أرش كومبلي ما عنديش كرسي فاضي، يبقى ده نجاح ولا فشل؟ نجاح. نمرة اتنين، أنا ما أعتقدش إن في حد هيقبل على مسرحية فيها ابتذال أو. نخش بالأستاذ محمد نجم. أستاذ محمد نجم المسرحية دي أنا عرضتها في اسكندرية في الصيف، لأن المسرحية كانت ماشية جدا مع الصيف، ومسرح محمد نجم له خصوصية. بس أنا كنت أول مرة، يعني إحنا عندنا مشكلة في البيت الفني، إن إحنا بنعمل عروض لكراسي فاضية. أنا في التوقيت ده اللي كانت فيه روايح في المسرح العايم وكانت فيه مسرحية الأستاذ محمد نجم في اسكندرية، كان عندي هنا الناس ولاد الذين أستاذ أسامة أنور وكاشة، كان عندي عرض للأستاذ توفيق الحكيم بطولة الفنان علي الحجار، كان عندي الأستاذ يوسف الجندي مسرحية في مسرح قومي إخراج خالد جلال، يعني كان عندي مائدة عليها كل الأصناف. الجمهور بقى راح فين؟ دي لا بتاعتي ولا بتاعتك. الجمهور راح عند فيفي عبده. كم ليلة حمراء أشرف زكي قضاها في حياته؟ يعني إيه ليلة حمراء؟ أنت مش عارف يعني إيه ليلة حمراء؟ لا مش عارف يعني إيه ليلة حمراء. يعني ليلة حلوة. إذا كانت حلوة بمعنى سعيدة فالسعادة كتير جدا، إنك بمعنى حاجات يعني خارج النص ما عنديش الكلام ده. طب ما أنت عارف يعني إيه ليلة حمراء؟ ما أنا بقول لك حاجات خارج النص، يعني نمرة واحد أنا يعني ما قضيتش ليلة حمراء وأنت بعيد عن روجينا؟ لا مش أنا. انفصلتوا قد إيه؟ شهور. 7-8 شهور؟ شهور قليل. مش كفاية إن أنت ممكن تنتهز فرصة إنك حر طليق؟ إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله. أستاذ أشرف زكي بشكرك. أنا اللي بشكرك. أشوفكم على خير وتصبحوا على خير.